عليها من سهولة. إذا نتسناو الناس على ما يطلعوا معنا في اللايف باش نطابقوا القصة ديال واحد الشاب من مدينة فاس، لا اللي خدا واحد كريدي من واحد المقاولة صغرى باش يعيش الأسرة ديالو ويعيش الزوجة ديالو اللي هي حاملة، من بعد ما جات جائحة كورونا يعني ما باعش، بعد ما جمعوا عليه الكريدي الثمن اللي هو 3000 درهم، اليوم الحياة ديالو مهددة بالسجن، بعد ما يعني مولات الدار خرجاتو للزنقة، بقى مشاهد هو البنيته ديالو والزوجة ديالو اللي حاملة 5 شهور، هادشي كل شيء باش اللي غادي يقابلنا منه غادي في السنة يعني هاد المحنة اللي كيعيشها وغادي يقابلنا يعني من هاد المعاناة اللي كيعيشها. واخا ستواتي قول لنا شنو الظروف اللي كتعيشها انت؟ السلام عليكم. بعدا خوتي خواتاتي، الظروف اللي سنعيشها خويا مؤخرا هو هاد الطرف هذا نتاع كورونا اللي ضر الجميع، فهمتيني؟ ماشي غير انا، كل هو مسكين كي جاتو. انا سنخدم خدمة ديالي عيسى، وكل شي تعرفني الحمد لله، وتنتعاون بالبني. قبل من هاد الجائحة قلت علاش ما ندير شي حاجة اللي نتعاون بيها، امرأة حاملة وكنت نتعاون. مشيت عند قصة هاد المؤسسة هادي، قصة على حساب كريدي 3000 درهم، ماشي شي حاجة. المهم يلا كي على ما صوب كريريسا باش نترزق الله، جات الجائحة. جات الجائحة صافي كلشي جلس، انتوما راكم عارفين دارة البلدية جمعوا الكراراس، اللي عنده شي كروسه شي طبله حيدوها له باش المرض ما يقواش. حتى حنا تقبلنا هادشي وقلنا ماشي مشكل على حساب البلاد، فهمتيني؟ ماشي مشكل، المهم هي هاد الوباء يتحيد. من بعد عاوتاني دخلت في صراع مع مولا الدار، يعني واخا عطيها تصبغت شهرين قالت لي لا ما تقبلاتش، قالت لي نخلصها. درت شكايه للوكيل الملك، ما عيط لي حتى شي واحد، شفت راسي ما عيط لي حتى شي واحد، والكراسي تزيد تطلع عليا. فكرت قلت علاش صافي ان هاد المولا الكرا هاد نبقى معذبه معايا وما حاكي وما كانش اللي يسول فيك، ما قال والديا بعادين ما كاين حد عندي. قلت نصيفط المراه عند والديها ونخلص هاد المراه هادي. باش نخلصها بعت الاساس، بعت الفراش ديالي كامل، خلصتها خرجت بحالي. المهم مره نجلس عند بو سيدي، مره نجلس عند عمامي، كل مره وفين تنجلس، والمراه هي عند والديها. عاوتاني دخلت في صراع مع اصحاب المقاوله الصغر، قالوا لي خصك تخلص، قلت لهم انا ما عنديش منين نخلص. المهم بقيت معاهم في صراعات، مشيت عند القايد الله يجازيه بالخير، هضر معاهم توسط لي، داروا لي طلب نتاع شهرين. من بعد الطلب عاوتاني عيطوا لي قالوا لي خصك تخلص. وراكم تتعرفوا سيدنا عطانا التضامن، عطيتهم فلوس التضامن، عطيتهم شهرين. من بعد ديك الشهرين صافي انا ما خدامش. عيسى وراكم عارفين نتوما العراسات حابسين، البني كنت خدام في البني، الضامن الاجتماعي ديالي ما مديكلارين بيا ما والو، يعني كنت سنخدم غير هكاك وصافي، يعني خدام وصافي. بقيت راسي ما مستافد حتى شي حاجه. فاش بغيت نرجع عاوتاني للبني قالوا لي اتسني كونطرا معانا، كونطرا جديده. قلت لهم انا ما يمكنش يعني الكونترات اللي عندي انا نسكم زعما تعوضوني عليهم. قالوا لي حنا ما عندنا ما نعوضوك، وحنا اصلا ما تنزيدوش، وحنا صافي حابسين، وتحنا ثم كاين مشكل هي هذيك. بقيت جالس من هنا لهنا، مره نبات هنا مره نبات هنا، حتى تتفاجئ دابا تصايط لديك المؤسسه قالوا لي غنصيفطو مرتك للحبس، حيت مرتي هي اللي ضامناني بالشهر. قالوا لي غنصيفطوها للحبس وغتمشي حتى هي للحبس. علاش غنمشي للحبس؟ على 60000 ريال. واش انا كرات؟ انا راه ما كراتش، انا نعطيهم 60000 ريال كاع، علاش انا كاع انا نوصل معاهم لهذا الشيء هذا؟ وانا ما عمري كليت شي واحد في رزقه، فهمتيني؟ ما عمري كليت حتى شي واحد في رزقه. انا كون بغيت ناكل مولات الدار نجلس لها في الدار ونجلس تما، وكي داير اي واحد دابا راه جالس المحكمه، نطلعوا للمحكمه، كلشي راه عارف الكلام ما كاينش دابا، وكلشي ما تيخلص، حتى واحد ما تيخلص الكلام. يعني ماشي نبيع انا حوايج نشد انا راسي باش نعطي مولات الكرا، وهما مبغاوش يتقبلوها. ودابا قالك الدوسي خرج من يديهم، عطاو الدوسي خرج من يديهم، الدوسي عند المدير ديالهم، قالك السيدي غايجي ويديروا السيزي
لمن غيديروا السيزي نسيبسي نسيبتي شنو دخلها في هذا الشيء؟ نسيبتي شنو دخلت؟ نسيبتي الله يجازيها بالخير راه قابضه لي بنتي وقابضه لي مرتي حامله، علاش تدخلوها في المشاكل حتى هي؟ فهمتيني؟ يعني هاد الناس هادو ما فهمتش انا شنو الهدف ديالهم، ما فهمتش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخويا دابا انت فين كتبات؟ انا تنبات مره، قلت مره تنبات عند عمي، مره عند عمتي، مره عند با سيدي، مره كل مره وفين، مره عند خويا، كل مره وفين تنبات. دابا هادي شهرين منين خرجت من الدار وانا كل مره فين تنبات. علاش؟ صافي لا حول ولا قوه الا بالله. ما تغلبت اخويا، ما نكذبش عليك، بنادم في السن ديالي هكا ويتغلب راه لا حول ولا قوه الا بالله. اخويا على العالم شحال في السن ديالك؟ 30 عام خويا. الزوجه ديالك شحال عمرها؟ الزوجه ديالي عندها 27 سنه. يعني مازالين صغار عندكم بنيتها؟ مازالين صغار عندنا بنيتها، يعني حنايا بادين حياتنا فهمتي، تنتعاونوا على الزمان فهمتيني. هي حتى هي كانت تتعاوني على الزمان، دابا تخدم خياطه حتى هي، راه حابسه دابا ما كاينه لا خياطه لا والو، حيت تخدموا غير مع السياحه، هي الارتيزانه. يعني البلاد راه بلاد بحال نقولوا شبه نائمه كاع، قلت نائمه راه نائمه. وهاد الناس هما خدامين فهمتيني، شعل كليمه في بيرو ديالو، تيامر يدخل الحبس ولا يخرج الحبس، ولا ما تيعرف لا بنادم لا ما عندوش لا حتى شي حاجه فهمتيني. تمشي نهضر معاهم بالحوار تيبقاو عليا بشي هضره ما تنتقبلهاش، باش يشوفوا الرد الفعل ديالي شنو كاين فهمتيني. عيط صابر اخويا، قلت نعيط لكم الله نوصل معاهم لشي حل. انا دابا تنطالبهم يخرجوا لي غير مرتي من هاد الشيء هذا، وانا مستعد نعطيهم شك ديالي، نعطيهم شك ديالي انا فهمتيني. انا عاد خرج لي هاد النهار الشك، مشيت جبتو من البنكة نعطيهم الشك ديالي ويخرجوا لي مرتي من هاد الحوار كاع، ما يدخلوليش كاع مرتي انا في هاد الحوار هذا. علاش؟ مرتي اللي فيها كفيه، مرتي راه حامله وراك عارف اخويا، راك عارف انت يا الحفاله، وراك عارف فهمتيني بزاف الحوايج، خص الدواء، خص فهمتيني التحاليل اللي مازال ما درتهم لها، الدواء فقر الدم مازال ما شريتو لها ومازال عندك، يعني يلاه تنتقاتل هي باش ندير شي حاجه. درست بلاد الكسكر وطاس، جات القايده قالت لا الجائحه مازال، المرض مازال، حيد. قلت لها هي الاولى، شوفي لها خدمه، شوفي لها خدمه، نحيد انا من هنا كاع. اصلا ما عندي ما ندير بلاد الكسكر وطاس، انا حياتي كامله كلشي تعرفني من 2009 وانا في انقاذ فاس، لا دير كامله تتعرفني، لا دير كلها تتعرفني، يعني عارفني تنخدم بدراعي فهمتيني. خدمت في بروجيات رويال، خدمت في برج بوطوي اللي جات شنو سيدنا الله ينصرو، خدمت في سميتو في التكوين المهني للبطحه حتى التالي، بديت معاهم بالناي حتى كملت الفينيسيو معاهم فهمتيني. ما اسخرش الله، هذا هو المغرب. يعني تخدم ها انت خدام، نهار اللي تيقول لك الله يعاون الله يعاون، يعني ما كاين لا ضمان اجتماعي ولا حتى شي حاجه. يعني الضمان الاجتماعي تيديروا لنا غير باش زعما ها انتم راكم ديكلارين، ولان ما كاين لا ديكلاراسيون ولا حتى شي حاجه. تنتفاجئ فاش تنمشي تلقى عندي شهرين من بعد، انا خدام عامين وانا خدام، تلقى راسي عندي شهرين. يعني واش ما فهمتش، واش ناسينا، واش ما كاينينش، واش ما والله ما فهمت شي حاجه. فاش تهضر مع بنادم تقول له شنو وقعك، علاش ما تسولش على راسك؟ وتمشي تسول على راسك ما تيعطيوكش راس الخيط كاع، حقاتي جبنا ديك الورقه، حقاتي جبنا ديك كذا، حقا فهمتيني. يعني اخويا شنقول لك اخويا، انا مسكين في هاد البلاد راه ما يعيش. واخا شنو هي الرساله ديالك الاخيره؟ شنو الحوايج اللي كتطلب يشوفوك محسنين، يشوفوك ناس؟ خويا الرساله اللي تنطلب اخويا هي انا، هي يشوفوا لي غير خدمه. انا بغيت غير خدمه نفك مشاكلي، انا كلشي تيعرفني بدراعي فهمتيني، لا حومتي ولا فاس كامل، شي فاس كامل تيعرفني، حيت راك عارف الخدمه دعيساو، الخدمه دعيساو تتلاقيك مع ناس وناس وناس. يا ما تزنا من هاد الساحه في الموسم د مولاي ادريس، ما موسم ما جوج ما ثلاثه ما اربعه، ما كلشي تيعرفنا الحمد لله. ما تنخدموا في حرام، ما تنسرقوا، ما تنبوا، غادي نهي الحيط الحيط تابعين غير الحلال. انا تنطلب غير شي خدمه اللي نفك بها مشاكلي وصافي، والله يجازيكم بالخير.